هتلاحظ ان الانيميشن اللي احنا عملناه سواء الشيب توين او كلاسيك توين، لما بحرك اوبجكت من مكان لمكان الحركه بتكون عباره عن خط مستقيم، سواء من هنا لهنا او من هنا لفوق او من هنا لتحت، المهم عباره عن خط مستقيم. طيب افرض انا عايز اغير حركه الخط المستقيم دي، اخليها في شكل منحنى او اخليها في شكل دائري، اعملها ازاي؟ من خلال كلاسيك توين ممكن اعمل حاجه زي كده. طيب فانا هعمل نيو فايل واقول له اوكي اكشن سكريبت 3 اوكي، اكبر اقول له شوف فريم، قال لك ابدا ارسم الشكل بتاعك. طيب هرسم الشكل بتاعي زي كده. طيب هرسم الشكل بتاعي، طيب هرسم الشكل بتاعي، هختار اوفال واختار لون الفيل وابدا ارسم الشكل زي كده. طيب هحوله لسيمبلز، كنترول و ايه موديفاي انفيرت سيمبل، سميه بول جرافيك اوكي. طيب ادي الكي فريم الاول. طيب في الفريم رقم 30 هحوله اف 6 عشان اعمل لي كي فريم وانستانس من نفس السيمبل. طيب وبعد كده، بعد كده انا عايز احرك الاوبجكت ده وعايز احرك الكرة دي في شكل دائري وترجع مكانها تاني، يبقى الستارت كي فريم في المكان ده والاند كي فريم في المكان ده. طيب يبقى انا مش هغير في الفريم 30، مش هغير البوزيشن بتاع الاوبجكت، هاجي هنا واقول له كرييت كلاسيك توين. طب لما اقول له كرييت كلاسيك توين وابدا احرك الهيد دي، مفيش حاجة هتحصل. طيب اعمل ايه علشان اخلي الاوبجكت ده يتحرك في شكل دائري؟ قال لك علشان تعمل كده لازم ترسم المسار اللي الاوبجكت ده هيتحرك عليه، لازم اعمل لير تانية وارسم المسار اللي الاوبجكت ده هيتحرك عليه، بحيث ان المسار ده يكون ليه بداية ويكون ليه نهاية، يكون ليه بداية ويكون ليه نهاية. طيب فانا هعمل لير تانية فوق اللير دي وابدا ارسم المسار الدائري. فانا ممكن اجيب الاوفال والغي الفيل خالص، اقول له نو فيل، وابدا ارسم المسار بتاعي. طيب رسمت المسار بتاعي، بس هتلاحظ ان المسار ده مغلق، ملوش بداية وملوش نهاية. طيب اعمل ايه علشان اخلي المسار ده ليه بداية وليه نهاية؟ قال لك همسح جزء من المسار ده. فانا ممكن اجيب السيلكت، هعمل هايد لللاير اللي تحت دي اللي هي فيها الكرة دي عشان بس اعرف اتحكم في المسار، واعمل سيلكت الجزء زي كده واقول له ديليت. المسار ده ليه بداية وليه نهاية. لاحظ ان الدايرة اللي انا رسمتها دي رسمتها في الشيب دروينج مود، مش في الاوبجكت دروينج مود. خلي بالك وانا برسم المسار لازم ارسمه في الشيب دروينج مود، مش في الاوبجكت دروينج مود. طيب هعمل ان هايد لير تاني علشان اظهر الكرة دي. طيب بعد كده ازاي بقى اخلي الكرة دي تتحرك على المسار ده؟ قال لك هحول المسار ده لجايد، هحوله لحاجة اسمها لير جايد. طيب هحوله ازاي؟ المسار ده مرسوم في لير رقم 2، يبقى هعمل كليك يمين على اللير رقم 2 واقول له لو جايد. هتلاحظ ان اللير اتحولت للشكل ده. طيب بعد كده، بعد كده هسحب اللير اللي فيها التوين تحت اللير رقم 2 على اليمين، يعني تحتها كده على اليمين، هسحبها واحطها تحت اللير دي. هتلاحظ ان الجايد اتحولت للشكل ده. طيب بعد كده، بعد كده هروح للكي فريم رقم 1 واقول له احط النقطة دي على البداية بتاعت الجايد زي كده. وبعد كده اروح للفريم رقم 30 واقول له حط النقطة دي على النهاية بتاعت الجايد زي كده. طيب لما انا بحرك الهيد، لما انا بحرك الهيد زي كده هلاحظ ان الشكل بيتحرك على الجايد. انا عملت كنترول وانتر، طبعا الجايد ما بيظهرش معايا، الجايد رسمة الجايد ما بتظهرش معايا، المسار بتاعي ما بيظهرش معايا كده. نكون خلينا الشكل يتحرك في شكل دائري.